بسم الله ما شاء الله. الريس كلامه حلو قوي، ربنا يديله الصحة يا رب. الشيلة تقيلة يا ابني، الله يكون في عونه. وبياكل ايه ده يا اسطى؟ ده هتلاقيه مثلا بياكل على الصبح كده 4 كيلو جمبري ولا حاجة. والنبي انتهبل يا ابني، ده اكلته ضعيفة، شوية شوربة عدس، شوربة خضار، شوية بصارة، حاجات كده يعني. هو انت هتفت في اكل الريس كمان؟ كل المجهود اللي عملناه متولي، بنتمنى ان ربنا يوفقك. كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في الحزب. حزب ايه؟ حزب المعارضه يا متولي. انضميتي لحزب المعارضه يا شراح؟ احزاب البلد كلها فاضيه قدامك وبتدش، ما لقيتيش انت حزب المعارضه؟ انت خايف من ايه؟ وبعدين انا عايز افهم انت جبان كده ليه؟ ما هو مش معقول يا شراح، مش معقول تبقى انت في حزب المعارضه وانا انت ايه بقى؟ انا راجل غلبان وعايز اعيش. وهي دي عيشة اللي احنا عايشينها؟ انت راجل على باب الله ومش لاقي تاني، وانا بيتقطع نفسي طول الشهر عشان اخد في الاخر 170 جنيه، ولا لاقيين حتى حته اوضه وصاله يلمونا ونعيش فيهم. بالذمه دي حياه؟ وبعدين انا عايز افهم، مش السبب في كل ده مش الحكومه؟ اسكتي بقى انت. ايه؟ لا بقى، ما هو الرئيس لازم يعرف الناس عايشه ازاي. اسمعي يا انشراح، انا هنا راجل البيت وكلمتي لا ترد. يا انا يا حزب المعارضه في البيت ده. معارضة ولا بلاش؟ عصاية شمسية رايحة البحر. خف شوية يا جبار. تعالى متولي. ايه رأيك في المظاهرات اللي حصلت في البلد؟ دول ناس عايزين قطم رقبتهم، بيعطلوا المراكب السايرة يا باشا. انشراح مراتك اخبارها ايه؟ اتطلقت يا باشا. كل واحد انه يتظاهر او يختلف مع النظام، انما بدون تخريب. احنا احتوينا الموقف يا فندم. لازم اشوف الاولاد دول واسمحهم بنفسي. انا هروح لهم النقابه واتكلم معاهم. ده قرار سليم يا فندم، هيتبسطوا قوي بالزياره دي. الموضوع خلص خلاص يا فندم، وبعدين انا شايف ان سعادتك تاجل الزياره دي شويه. اجلها ليه يا حازم؟ دواعي امنيه يا فندم، محدش ضامن، مش جايز حد يكون مدسوس وسطهم. مالك يا متولي؟ شكلك مش مبسوط. شوية مشاكل في البيت يا ريس. رد يا متولي. ألو؟ أيوة انشراح. إيه اللي حصل؟ اسم إيه؟ مصر القديمة؟ طيب ماشي ماشي. خير. مراتك مالها؟ المدام اتقبض عليها يا ريس، كانت ماشية في المظاهرة، بس الحمد لله خدت جزاءها. مالك ومال المظاهرات يا انشراح؟ لعلمك انا لا يمكن هسكت ولا هرجع عن موقفي، وبعدين ازاي طلعوني وسابوا بقية الزملاء كلهم جوه؟ انت طلعتني ازاي يا متولي؟ تعرف مين؟ وكنت فين ساعة لما كلمتك بالتليفون؟ انت طالعة من الاسم اتحققي معايا انا. هو اول الجواز كده يا ابني، لازم شوية خلافات ومشاكل لحد ما تتطبعوا على بعض. وبالصبر كل حاجة بتعدي. ربنا يخليك لينا يا ريس. هتوكلني ايه النهارده؟ نفسي سعادتك. ايه مالك؟ انت واقف قدام رئيس الجمهورية، قول كل اللي في نفسك، ما تخافش من اي حد. نفسي اوكل سعادتك على مزاجي. وانا موافق، بس الموضوع ده يفضل سر بينا عشان ما تأذيش. هتأكلني ايه؟ طبق كشري بالدقة والتهلية يستاهل بق سعادتك. والله انا نفسي رايحه له،
بس شوية صغيرين عشان القولون. حمامة. واحد كمالة متولي. أنا وشيفها يا سلام، أحلى أكل في الدنيا أكل الشعب المصري. ميزة شعبنا أنه بيقدر يعمل من الحاجات البسيطة دي أشياء رائعة. قول لي يا متولي، طبق الكشري بكام النهاردة؟ لسعادتك ولا لأي حد؟ لسعادتي إزاي يعني؟ لما أنه كام الطبق؟ 3 جنيه يا ريس، بس لو سيادتك حبيت تحط شوية دقة زيادة، شوية تقلية، شوية حمص، يعمل له 5. قلت كام؟ 5 جنيه سعادتك، بس مش أنا اللي مسعره، وعهد الله. يعني أسرة بسيطة مكونة من 5 أشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. ده بيقولوا الطبق بنص جنيه. نص جنيه إيه سعادتك؟ الكلام ده كان من زمان، الحاجة ولعت.